مساء الخير، شلونكم متابعين بوتيكات؟ معكم انا الميك اب ارتست خلود الشمري. اليوم راح يكون عندنا لوك ميك اب سمبل، شيء ناعم ويبرز الملامح في نفس الوقت على الجميله سنيريتا. كانت وايد ان انت اليوم راح تقضي لي الميك اب حبيبتي، ان شاء الله نسوي لك وايد حلو مع خلود باذن الله. اليوم راح نستخدم هذا المنتج، يعطي ترطيب للبشرة، يسكر لكم المسام، راح يخلي الفونديشن وايد سهل وحلو معك. طبعا هو راح يكون حق العين والبشرة، يشد البشرة ومعالج في نفس الوقت. هذا ترطيب للبشرة نستخدمه على طول بعد هذا المنتج. طبعا ضروري ترطيب البشرة قبل الميك اب عشان الفونديشن يطلع معاكم حلو ونفس النتيجة اللي انتو حابينها. اليوم راح نستخدم هذا الفونديشن من موغاتي، الفونديشن مالهم فول كفر، تغطيته عجيبة، يعني ما راح نحتاج كمية كبيرة لان نفس ما قلنا لكم لوك اليوم راح يكون ناعم ولونه وايد طبيعي، يناسب تقريبا اغلب البشرات. اللي تحس انه فاتح على وجهها تقدر تخلطه مع كريم اقمش او العكس. طبعا افضل طريقه حق توزيع الفونديشن نرش رشه من ميك اب فور ايفر على البيوتي بلندر ونوزع الفونديشن. البيوتي بلندر ميزتها انها تمص لكم الزايد من الفونديشن. الحين راح نستخدم هذا الكونتور الكريمي من كارولاين. ميزة هالكونتور هني كونتور وهني كونسيلر وهايلايت، وهني نقدر نستخدمه كفونديشن او مخفي للعيوب. نبي نبرز لها قصة الفك هني، وراح نستخدم من نفس الكونتور، راح ناخذ منه الكونسيلر. نحتاج شوي هني هايلايتر حق تحت العين. الحين راح نرد مرة ثانية نكمل نوزع الفونديشن والكونتور الكريمي نفس ما وريتكم. طبعا راح استخدم هذا لتوزيع الكونتور. راح نبلش بالأماكن القامجة، ننزلهم لتحت. فقط لتثبيت الفونديشن. راح اخذ نفس ما انتم شايفين فرشة اصغر احط فيها حق تحت العين. طبعا تحت العين لازم تكون الكمية اكثر. هالباليت من اوفرا راح استخدمه كونتور باودر، وراح استخدمه كبلشر، وراح استخدمه كاضاءة وهايلايتر على الوجه كله. علشان الشادو يطلع معانا واضح لازم نحط برايمر العين. راح نستخدم الشادوات من هالباليت من انستازيا سوفت جلام. من نفس هالباليت راح استخدم شادو حق بطن العين، راح ناخذ هاللون. راح نستخدم هذا شادو الحواجب من ميك اب فور ايفر لانه ما شاء الله عندها شعر، مو محتاج نسوي لها تاتو، مجرد تعبئة الفراغات.